أهلا بكم مشاهدي بلقيس أينما كنتم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. جرح الجيش الوطني والمقاومة من فقدوا أقدامهم وهم يشقون طريق الحرية لتسير عليها أقدام الشعب نحو العزة والكرامة، من ضحوا بأيديهم ليرفع الشعب راية الجمهورية عاليا، من عمدوا بدمائهم شرعية حكومة أطاحت بها ميليشيا الحوثي والمخلوع ولم يجدوا منها أي اهتمام، بالمقابل من فتحوا جراحهم وهم يضمدون جرح وطن فتحوا الانقلاب وفكوا بدمائهم حصار طوق المدن مداخلها أحياءها وشوارعها، نادهم الواجب فهبوا من منازلهم إلى متارسهم، وحين تعرضوا للإصابة نادوا الحكومة الشرعية لتوقف نزفهم فلم يجدوا لها أذنا صاغية. في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة سنناقش ملف جرح الجيش الوطني والمقاومة وما هو المصير الذي وصلوا إليه بعد 3 سنوات من الانقلاب وما هي الجهود التي بذلتها الحكومة لعلاجهم. قبل البدء بتلقي اتصالاتكم للمشاركة في هذا الموضوع نذهب لنشاهد هذا التقرير الذي أعده الزميل حمزة أمين حول الموضوع. وحيدة تعز إلا من جرحها، هؤلاء الذين أزهرت جراحهم في تلال هذه المدينة المحاصرة بالميليشيا والنسيان، فصل جديد من الألم المتجدد كل يوم في هذه المدينة التي تشكو تدهور الأوضاع الصحية وانعدام الخدمات الطبية في ظل الحرب المستمرة التي لا تزال تضاعف أعداد المصابين. جرحى تعز في تزايد يوميا ناتجة عن استمرار الحرب الدامية، إضافة إلى القذائف التي تصل إلى المدينة والتي يذهب ضحيتها المدنيين، في ظل ومع ضعف الخدمات الطبية وانعدام الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية، وجد كثير من الجرحى يعتبرون في عداد المنسيين، كما أن الكثير من الجرحى يحتاجون إلى سفر لإكمال علاجهم في الخارج ولا معين لهم، كل ذلك بسبب استمرار الحرب الدامية في تعز. يجسدون معاناة تعز وتضحياتها والمئات منهم بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج في ظل التدهور المتسارع لحالتهم، بينما يشكو الآلاف من جرح الجيش الوطني إهمال الحكومة والجهات الرسمية لهم. لماذا الإهمال لجرح تعز والمقاومة الشعبية بشكل خاص؟ لماذا لا يهتمون بملفاتهم بتسفيرهم إلى الخارج؟ لماذا لا يعطونا مستحقاتهم؟ أطالب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للنظر لهذا الملف، لأن الوضع كثير داخل تعز من الجرحى وكثرة الإصابات، وهناك إصابات تتطلب إلى العلاج بالخارج وبالقريب العاجل. تنديد دائم ولداءات استغاثة عبر كل الوسائل منها الوقفات الاحتجاجية، لكنها لا تقابل إلا بمزيد من إهمال الحكومة والتحالف معا لهذا الملف الإنساني. الصورة التي لا تغيب عن جرح المدينة بينما غابت ملفاتهم متنقلة بين أيدي المعنيين، وهو ما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية التي تعيشها هذه المدينة. ما بين مطرقة تدهور الوضع الصحي وسندان إهمال الحكومة الشرعية يعيش جرحى مدينة تعز، وهو ما يترك تساؤلات عدة أهمها: إلى متى ستظل الحكومة الشرعية تصم آذانها وتغض بصرها عن جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية؟ حمزة أمين لبرنامج المنصة تعز. شاهدنا إذن التقرير حول موضوع هذا الحلقة والذي يتناول وضع جرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. لدينا اتصال أول في هذه الحلقة مع الأخ حسين أحد جرحى الجيش والمقاومة. أهلا بك أخ حسين. أهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. في البداية ضعنا أمام معاناتك ووضعك الحالي، أين أصبت وما هي طبيعة الإصابة وما هي الجهود التي قامت بها الحكومة لمعالجتكم؟ والله أنا حسين مريري، أصبت في مقدمة اللواء 35 في 24/7/2016، أصبت في لغم ثلاث ميليشيات حوثي على في مقدمة اللواء، ومنها أدى إلى بتر القدمية اليمنى. تمام، يعني إصابة قريبة، أنت أصبت في تاريخ قريب تقريبا قبل شهر من الآن. لا 24/7/2016، يمكن قتلي الآن سنة. كنت أعتقد في 2017. طيب ما العلاج الذي قمت به؟ هل حظيت بأي اهتمام؟ والله في تعز يعني لا يوجد أي اهتمام للجرحى، يعني الجرحى من قائمة المنسيين. في تعز جرحى تتعفن
جرحى مقاومة تعز بالأخص جرحى نتيجة يعني تعفنت بسبب تسكيت إغلاق الكثير من المستشفيات المدينة والمستشفى الذي صادفه المدينة وخاصة المال من قبل الشرعية. يعني احنا خرجنا لأجل ندافع عن الدين والعرض ولأجل نبني الدولة. فلما خرجنا الدولة لم تهتم بنا، الشرعية قيادة الفنادق لم يعملوا أي اهتمام لهذا الجريع ويطلبوه في قائمة المنسيين. طيب قبل أن نوجه اللوم للشرعية والرئاسة والحكومة، يفترض أن يكون هناك تسلسل في المسؤوليات. من المسؤول عنكم المباشر الذي يفترض أنه يرفع بإصاباتكم ويتابع موضوعكم؟ هل حدثت وتمت أي إجراءات من قبل المسؤولين المباشرين عنكم؟ ما الذي حصل يعني؟ والله يعني من قبل المندوبين يعني يعمل أي كده معك أي كلام ولا يتم أي تنفيذ. نحن من سافرنا إلى السودان في السودان تم أكبر إهمال ولا يوجد أي من قيادتنا أو من رسولنا جاء زارنا في هناك من زملائي تعفنت جراحتهم. هيثم واحدة من زملائي في السودان فارجيه الآن متقلصة وقلنا إزاي يعني يقولون له أنها ستكتب وهو دخلت هنا وهي ليست تكتب. شكرا لك حسين وأتمنى لك الشفاء العاجل إن شاء الله. شكرا لحسين. لدينا اتصال اخر الاخ احمد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ايضا الاخ احمد احد الجرحى معنا. احمد يعني حتى نستفيد وتستفيدوا انتم من هذه الحلقه، ما هي معاناتكم وما الذي تريد ايصاله للمعنيين؟ اخي العزيز نحن الجرحى في تعز نعاني معاناه كبيره جدا. طبعا انا اصبت في الهجمه هذه الاخيره التي حصلت في الجبهه الشرقيه وكنت المسؤول عن مجموعات الاقتحامات التي كانت يعني منها مهنات اقتحام التشريفات. طبعا انواع اصابتي كانت كسر في اللوح وثلاثه اكسار في الصدر وايضا تم استئصال جزء من الرئه. طبعا احتاج الى السفر الى الخارج ولكن لا حياه لمن تنادي. حاولنا الوصول لاكثر من شخص واكثر من قائد واكثر من مسؤول ولكن كلهم نفس الكلام. الان ما فيش مجموعات سوف تسافر الى الخارج ويعني لم نجد اي تفاعل من اي جهه. طيب انت الان كنت مكلف يعني ربما على راس الفرقه المكلفه بالاقتحامات في الجبهه الشرقيه، يعني معروف ومعلوم لديهم، يعني لست شخص عادي، ومع ذلك عندما تواصلت مع القيادات العسكريه المباشره والمسؤوله عنك كان هذا ردهم. طيب هل حظيتم باي علاج داخل مدينه تعز؟ هل تلقيت اي علاجات؟ الحمد لله يعني في بدايه الامر كانت الامور طيبه وحظينا في العلاج بس لكن الامكانيات عندنا داخل المستشفيات كما تعرف انت ليست بالشكل المطلوب. فمثل اصابتي ومثل اصابه الكثير من الشباب يحتاج لنا السفر الى الخارج. ايضا جانب التهميش وجانب الحرب التي يحصل عليها الشهداء والجرحى داخل تعز حتى في الجانب التعليمي. ذهبت الى رئيس جامعه تعز على اساس اريد ان اكمل دراسه الماجستير وقدمت الورقه ان انا اريد منحه. قال لي انا ما اقدرش افعل لك اي شيء، نحن مركز الدراسات يحتاج له ايرادات. قلت يعني حتى في الجانب التعليمي تريد ان تكمل تعليمات يحسسوك ان لا ما لكش قيمه داخل تعز نهائيا. طيب الاطباء داخل تعز رفعوا بك تقرير بحالتك انك تحتاج السفر الى الخارج؟ معي تقرير من مستشفى الثوره العام وايضا ارسلت التقرير الى الهند وبالكشافات وصور الاجهزه التي عملوها لي. فرجعوا لنا انه ضروري جدا في الايام هذه ان انا اسافر لان حالتي صعبه جدا لانه الاكسار الان ما فعلوا لهاش اي حل وانا اعاني يوميا واعاني من الالام ويوميا احيانا استخدم المهدئات وهذا يزيد الطين بله يزيدك مرض الى جانب المرض اللي انت فيه. طيب يعني حتى نكون نتعامل بمصداقية مع المعنيين بملفكم داخل محافظة تعز، هل هي حالة عامة كل الجرحى لا يوجد لهم الآن أي إمكانية للسفر والعلاج أم ربما هناك حالة انتقائية واستثناءات تتم للبعض دون الآخرين؟ أعتقد أن في هناك حالات ممكن أنه يسفروا بها إلى الخارج لكن الآن هل يعني الذي نريد أن نعرفه الآن
هل أن الشرعية أو شرعية المسؤولة الآن على المناطق المحررة هل هي لا تدعم المناطق المحررة نهائيا؟ هل هي لا تنظر إلى الجرحى وإلى الشهداء وإلى المواطنين وإلى حالتهم المزرية التي يعيشون فيها؟ أم أن المسؤولين عن هذا الشيء وهذا الذي حاصل معنا هم المسؤولين المباشرين عننا؟ فنحن لا نعلم من الآن المسؤول عن هذا الأمر. وسنحاول التواصل من المعنيين وإيجاد إجابة لهذه الأسئلة. شكرا جزيلا لك أخ أحمد، وأتمنى لك الشفاء العاجل إن شاء الله. طيب، عن موضوع الحلقة أيضا وصلتنا بعض التصريحات لبعض الجرحى يتحدثون عن معاناتهم، نستعرضها معكم. أنا محمد الفقيه، متواجد في مدينة في مصر من أجل العلاج. أنا من أبناء مدينة تعز الصامدة، تعز المعاصرة التي قدمت فيها خير شباب تعز دماءهم، ولا زالوا لليوم يقدمون دماءهم في ميادين الشرف، يقدمون التضحيات. كنت أحد أفراد هؤلاء الشباب الذين خرجوا دفاعا عن مدينتهم من جحافل ميليشيات الحوثي وعفاش، واليوم ونحن نعاني من الإهمال خارج الوطن نبحث عن علاج، والأمل بداخلنا لنعود إلى مدينتنا لنستكمل ما بدأناه. فقط أريد إجابة واحدة، ماذا قدمت لنا الشرعية؟ لم تقدم لنا الشرعية شيء. الشرعية جعلت الجرحى متسولون أمام أبواب المنظمات والتجار. أنا كجريح من تعز لا ألقى شيء، لا مساندة ولا مساعدة، بعكس الجرحى الجرحى مارب، جرحى عدن، جرحى الجنوب، جرحى الجوف. هل هناك فرق بالدماء؟ هذا السؤال الذي يحيرني. وأخيرا أشكر كل الفاعلين الخير الذين وقفوا بجانبنا من مبادرات وتجار، وشكرا لكل من وقف مع قضية الجرحى. الشيء بخلتا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا في المملكة العربية السعودية 6 أشهر، وعندي فقد في العظام وتقطع في الأعصاب، والله المملكة العربية السعودية ما تقصر، لكن التقصير من الشرعية، الحكومة الشرعية والمسؤولين الشيء ينظروا لأحوال الجرحى والجرحى الآخرين، في بعضهم يعني يعاني من سنتين، والبعض من سنة ونص، والبعض يعني فترة أكثر كذا يعني على ما أعتقد. والحمد لله يعني لحد الحين ما قد خرجنا لا طريق ولا قد شفنا. إذن هذه أيضا مشاركات عبر الواتساب لبعض الجرحى يتحدثوا عن معاناتهم. كان أحد أخوين، أحدهم من مصر والآخر من المملكة العربية السعودية. سنحاول في هذه الحلقة أن نتواصل وأن نعرض مجموعة من الحالات من مختلف الدول، سواء كانوا خارج الوطن يتعالجوا أو داخل البلاد، وأيضا التواصل سنحاول أن يكون لنا تواصل مع بعض المعنيين في وزارة الصحة حتى ننقل إليهم التساؤلات المطروحة من قبل الجرحى. من خلال الفيسبوك أيضا طرحنا السؤال عن مصير جرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، نستعرض معكم بعض التعليقات. الأخ حسان يقول مصيرهم كمصير الجرح السابقين المرجومين في المستشفيات المحلية والعربية. أمجد يقول مصيرهم من مصير تعز. أحمد يقول للأسف الجهات المعنية لم تكن على قدر كاف من المسؤولية، هؤلاء حماة البلد والجمهورية، وكان لزاما على المعنيين تذليل كل الصعاب أمامهم. الأخ محمد يقول للأسف الشديد تم إهمالهم من قبل الشرعية التي نتمنى أن تعيد النظر في مشاكلهم وعدم الالتهاب بعيدا. الأخ عبدو يقول مصيرهم كمصير شعب يعتمد على حكومة فاشلة في انتشالهم من الوضع المأساوي، لكن ليس كل ما يتمنى الشعب يدركه. أتت الشرعية بما لا نشتهي، حكومة شرعية بقناع ميليشاوي تعمل لمصالحها الشخصية ولأجندات خارجية، وليذهب الجرحى والشعب وممتلكاته إلى الجحيم. الأخ إبراهيم يقول نفس مصير جرحى الجيش في الحروب الست وأكثر، إهمال متعمد من الشرعية. دكتور عبد المعطي يقول كيف يعني ما مصيرهم لكل جيش يدخل حروب جرحى وشهداء ومفقودين؟ الجرحى يعالج ويمنح الرعايه اللازمه، وهذا ما يتم بالنسبه لجرحى الجيش الوطني. قبل اشهر كنت في القاهره وكان هناك مجموعه من الجرحى،
أجريت لهم كل الإجراءات اللازمة وكانوا يحظون بكل الرعاية والله على ما أقول شهيد. هذا الملف هناك من يستخدم الابتزاز والكسب، وإن كان هناك بعض التقصير فتتحمل اللجان الفرعية على مستوى المحافظات التي تتاجر وتقدم وتؤخر وتفاضل بين الجرحى على أساس حزبي ومناطقي قذير. إذا استعرضنا بعض المشاركات، أنوه فقط وأذكر بإمكان التواصل معنا من خلال أرقام الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا من خلال التعليق على البث المباشر في صفحة القناة والبرنامج على الفيسبوك. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى في هذه الحلقة من برنامج المنصة. من جديد أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج المنصة. نخصص هذه الحلقة لمناقشة موضوع ملف جرح المقاومة الشعبية والجيش الوطني. عن ذات الموضوع أيضا وصلتنا بعض التصريحات من خلال الواتساب لجرحى يتحدثون عن معاناتهم، نستعرض هذه التصريحات. الاسم محمد عبد الله ناجي المحمودي، جريح لدى المقاومة والجيش الوطني في تعز. أصبت في بداية عام 2016 بشهر واحد، الحمد لله تم تسفيرنا في بداية هذا العام 2017، وكنا متفائلين أن نحظى بدعم وأن نركب أطراف صناعية إلكترونية كونها المناسبة مع وضعنا الراهن. ولكن ظلينا خلال هذه الفترة بداخل تركيا من بداية العام 2017 يعني مركونين على وعود الحكومة الشرعية وكذلك محافظة تعز. وما هو ملاحظ، ركبوا لنا أطراف صناعية شبيهة للأطراف الموجودة داخل تعز، يصعب المشي بها، وأيضا المصاريف مستحقاتنا. هذا رابع شهر، في الرابع شهر ونحن بدون مصروف، فنحن نناشد الشرعية، نناشد الجهات المسؤولة والمعنية. وضعنا متدهور، نناشدهم بأن يلفتوا لنا. نحن جرحى تعز ليس لنا بعد الله إلا هم. لنا للآن 8 أشهر في المملكة العربية السعودية، ونشكو من الشرعية التي خذلتنا، ونرجو النظر في شأن الجرحى كامل. المملكة العربية السعودية لم تقصر، إنما الخذلان حصلناه من الشرعية ومن المسؤولين اليمنيين الموجودين داخل المملكة العربية السعودية. إيش حالتك أنت بالضبط؟ حالتي عندي إصابة، العظم متفتت، ولم أجد زراعة عظم، لا يوجد بالمملكة زراعة عظم كاملة، والعصب لا يوجد عصب. إذا لم وين أصبت؟ أصبت داخل شبوة الجبهة في حال. إذا كانت هذه أيضا بعض التصريحات لبعض الجرحى. لدينا اتصال أخ فتحي، أهلا بك فتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتحي أنت أحد الجرحى، وكلكم يعني بشكل عام تحملون الحكومة الشرعية مسؤولية كما تقولون الإهمال الذي تتعرضون له. طيب ما المطلوب من الحكومة الشرعية، وأين هي جوانب التقصير حتى تكون الصورة واضحة أكثر؟ يا أخي العزيز، الشرعية خذلت الجرحى، خذلت الجرحى بشكل عام، بالذات جرحى تعز، سواء كانوا الذين في الهند، سواء كانوا الذين في القاهرة، سواء الذين كانوا في المملكة العربية السعودية. أنا دخلت المملكة العربية السعودية ما يقارب قبل سنة ونصف تقريبا، وإلى الآن الحكومة الشرعية لم تقدم لنا أي شيء. أنا من جمعية إلى جمعية، ذهبت من جمعية إلى جمعية لكي أعمل عمليات، وفعلا الجمعيات عملوا لي أكثر من عملية على حساب جمعيات خيرية سعودية، ما قصروا معنا. أين دور الشرعية؟ معي توجيهات من رئاسة الوزراء، معي توجيهات من وزير الصحة بحد ذاته إننا أسافر إلى الهند أنا ومجموعة من الجرحى، وإلى الآن هذا التوجيه من وزير الصحة من باعه لم يمر حتى خطوة واحدة. طيب الشرعية نقطة فتحي حتى نأخذ حالتك على سبيل المثال، على أي أساس أنت سافرت من داخل الوطن، وما هي الإجراءات التي تمت حينما سافرت، وهذه التوجيهات من قبل وزير الصحة هي لمن موجهة؟ التوجيه اللي مرسل من وزير الصحة هو موجه إلى 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 هاني بن بريك،
إلى كان الوزير هاني بن بوريك كان في هناك 1500 منحة علاجية للسفر إلى الهند، فرفضت هذه المنحة لخمسة جرحى من تعز. من الذي رفضها؟ رفضها هاني بن بوريك أيام لما كان وزير الدولة، إنه الإمارات جابت 1500 منحة علاجية، الذي يختص فيها هو وزير الدولة هاني بن بوريك. فالتوجيه كان من وزير الصحة باعهم إلى هاني بن بوريك أن يضاف أسماءنا إلى الأسماء الذي عنده يعني نوعا ما إدراجهم بأبناء الجنوب، ولكن رفضنا لأننا جرحى من تعز. جرحى تعز يعانون أستاذي هنا في المملكة العربية السعودية، جرحى هناك في الرياض، هناك في جدة. الآن بدأ مركز الملك سلمان يريد متابعة فقط لا غير، يريد متابعة من قبل الشرعية. هنا عندما نذهب إلى مركز الملك سلمان نقول له إحنا جرحى دخلنا برقم استخباراتي من داخل تعز، يقول لنا أين الحكومة، أين دور حكومتكم، هي اللي تتابعنا. يا أخي مركز الملك سلمان موصل بالمملكة العربية السعودية، هم دولة. طيب. يريدوا دولة. طيب. عمل مؤسسي هذا واضح. طيب فتحي، لماذا لا تتواصلوا بقياداتكم العسكرية في تعز وهم يتواصلوا بالجهات المعنية داخل الحكومة؟ يا أخي الشكر الأول والأخير للقيادات حقنا داخل تعز. القيادات لم تقصر معنا، القيادات يكفيها الذي تعمل فوق طاقتها، يكفي الجرحى الذين داخل تعز. يعني بالله عليك يهتموا بالجرحى اللي داخل بالمملكة جوار الشرعية. لا أقصد يعني من باب إرسال المذكرات وعمل اللازم يعني كإجراءات. معي مذكرة من اللواء 22 عند الفندم صادق سرحان، ما قصر وتواصلت معهم وتواصلت مع مدير مكتبه وما قصروا معي، وعملوا جميع المذكرات جميع الأوامر من داخل تعز، وتوجيهها خلال نائب الرئيس، توجيهها خلال رئيس الوزراء، لكن ما قدرنا نوصل إليهم. إذا وصلت أنا دخلت إلى مكتب رئيس الوزراء بنداغر، وجهنا ما قصر بنداغر، وجهنا إلى عند وزير الصحة، رحت عند وزير الصحة زي ما قلت لك توجيهات فقط. الشرعية يتعاملون معنا بالذات زي ما كلمتك في السابق، يتعاملوا مع جرحى تعز ما أدري لماذا، سواء كنا اللي في القاهرة أو في الهند أو في الرياض. نحن هنا في الرياض يا صديقي، بعض الجرحى يتمنون حق كرت اتصال لكي يتواصلوا مع أهلهم. الآن هناك جرحى يتمنوا أن يرجعوا إلى داخل تعز، يقول لك خلاص أنا ما عندي شيء علاج، أنا أشي أروح. طيب شكرا جزيلا لك فتحي، أتمنى لك الشفاء. الآن ينضم إلينا من تعز عبر الهاتف الدكتور عبد الرحيم السامعي، مدير مكتب الصحة في محافظة تعز. دكتور عبد الرحيم، حرصنا على أن تكون معنا كمعني ومسؤول، باعتبار ربما حالات كثيرة من الجرحى الذين يشتكون هم من محافظة تعز، هناك عدم فهم يعني وربما حالة من الإرباك لدى الناس للفهم قضية الجرحى. أين المشكلة؟ ما واجب الحكومة؟ من المعني بهذا الموضوع؟ ولماذا هذه الشكوى؟ هل الجرحى يشكون فقط لمجرد الشكوى أم ربما هناك تقصير من قبل الحكومة والمعنيين؟ تحياتي لك أستاذ سامي وللسادة المشاهدين، تحية إكبار وإعزاز لجرحانا الأبطال، هؤلاء الجرحى الذين وهبوا حياتهم في الخطوط الأمامية واليوم يشكون هذه الجروح المثخنة. بالتأكيد أن هذه الشكاوي ليست يعني شكاوي لمجرد الشكوى، وإنما هي شكاوي حقيقية وملموسة، والمشكلة تكمن في عدم وجود إمكانيات أولا لعلاج معظم الحالات التي تستدعي السفر للخارج. هذه الإمكانيات لم تتوفر محليا، وأنا أتحدث عن مدينة تعز ومحافظة تعز. وكذلك المشكلة الأخرى التنسيق مع الجهات الداعمة والمانحة الخارجية لتسفير الجرحى. يعني على سبيل المثال هناك 237 ملف ل 237 جريح أرسلوا قبل أكثر من عام ونصف على حساب مركز الملك سلمان، لم يسفروا هؤلاء الجرحى جميعهم، سفرت ثلاث دفع إلى السودان، الدفعة الأولى 60 والدفعة الثانية 43 والدفعة الثالثة تقريبا في العشرينات هكذا، لكن لم يسفر الكشف بالكامل. هناك أيضا عدم تنسيق مع الجانب التركي في تسفير الدفعة الثانية والتي هي حصة
اليمن الممنوحة، بالعكس هي حصة تعز الممنوحة من الحكومة التركية سنويا 300 جريح. الدفعة الأولى كانت من حصة 2016، الدفعة الثانية لم 2017 لعدم وجود تنسيق. الكشف جاهز ومسلم لدى المحافظة، هناك كشف أيضا مرسل إلى منسق الدعم التركي الدكتور وحيد المتواجد في تركيا على الدوام. 300 جريح في كشف واحد. منسق الدعم التركي يشكو أنه لم يستطع التواصل، لأن هذا التواصل يتطلب تواصل عالي المستوى على مستوى الوزارات وعلى مستوى وزراء الخارجية ووزراء الصحة. هناك كشف ضمن الجزء الممنوح لتعز ضمن المنحة الإماراتية مسلم لدى وكيل وزارة الصحة لشؤون الدعم الإماراتي. المشكلة كلها تكمن في عدم وجود إمكانيات محلية للتقليل من حالات السفر، وعدم وجود تنسيق عالي المستوى مع الجهات الداعمة والمانحة الخارجية. أنا سبق وأوضحت في أكثر من مناسبة أن قضية الجرحى لا تخص وزارة الصحة أو مكتب الصحة أو السلطة المحلية. أنا سبق ودعوت إلى تشكيل وإنشاء مؤسسة لرعاية الجرحى، جرحى المقاومة والجيش الوطني، تتبع مباشرة المحافظة أو وزارة الصحة. يعني أعتقد دكتور عبد الرحيم هناك هيئة لرعاية الجرحى والشهداء؟ هذه غير مفعلة، الهيئة لم نسمع لها أي صوت. كلما على صوت الجرحى، وهذه الأصوات هي أصوات صحيحة ولديهم الحق في الشكوى وفي رفع أصواتهم. طيب دكتور عبد الرحيم، الواقع الحالي الموجود الآن، ما هي الآلية التي من خلالها يتم تسفير ومعالجة الجرحى؟ من هم الأطراف المعنيين بهذا الملف حاليا من الجهات الحكومية؟ الأطراف المعنيين هم وزارتي الصحة والخارجية في التواصل مع المانحين، والكشوفات جاهزة ومسلمة مع هذه الجهات. لا يستطيع مكتب الصحة أو مؤسسات رعاية كإحدى منظمات المجتمع المدني أن تتواصل خارجيا مع الداعمين. يقتصر دور الجانب المحلي أو السلطة المحلية في إعداد الكشوفات ومن يستحقون السفر بحسب التقارير الممنوحة لهم. طيب من ربما إذن جزء كبير في المرحلة الأولى من الجرحى المتواجدين داخل البلاد يتعلق بالتنسيق، حتى بعد أن يتم تسفير الجرحى سواء للهند أو السودان أو تركيا أو مصر أو المملكة العربية السعودية تبدأ معاناة جديدة وفصل جديد من المعاناة مع الجرحى. هم يشتكون أيضا حتى من سافر من الجرحى أنهم لم يلقوا أي اهتمام أو رعاية. صحيح صحيح، هذا 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 كلامهم، هذا صحيح وأصواتهم صحيحة، لأن هناك العديد من الجرحى سواء في الهند أو في المملكة العربية السعودية أو في تركيا يعانون عدم التواصل وعدم إرسال المصاريف. صحيح أن هناك جرحى سافروا إلى الهند دون التنسيق مع أي جهة محلية، سافروا بوعود من فاعلين خير، بوعود من جمعيات أو بمبالغ معينة، لكن تقطعت بهم السبل ونقصت هذه المبالغ لإجراء العديد من العمليات المتتابعة. وكان يفترض أن تكون هناك جهة الملحقية، السفارة، الملحق الصحي، أي مسؤول داخل السفارة كان المفترض أن يتلمس هؤلاء الجرحى، أين هم، ما هو شأنهم، أين وصلوا، كم هي العمليات التي عملوها، هل يستحقون فعلا البقاء وإجراء المزيد من العمليات أم أنه شكوى غير صحيحة. لكن طيب هذا الذي يفترض، هذا الذي يفترض، يعني أفهم من كلامك الآن دكتور عبد الرحيم، الذي يفترض أن الملحق الطبي أو الملحق الصحي في السفارة وحتى السفيرة والقنصل أنهم يتابعوا هذه الحالات في الدول التي يوجد فيها جرحى، ألا يتم ذلك؟ يعني ما هي الآلية إذن التي تتم؟ لا، أنا بالنسبة للجرحى كل الشكاوي التي تأتي من جرحى
في الهند يقولون أنهم لا يلتقون بأي مسؤول سواء من السفراء أو الملحقية الصحية، وكذلك بالنسبة للجرحى المتواجدين في المملكة العربية السعودية وفي مصر هناك اهتمام يعني لا بأس به منذ البداية بالدفعة التي سافرت إلى تركيا، لكن الآن الجرحى يشكون 4 أشهر دون مصاريف شخصية. يعني عليك أن تتخيل أن شخص لوحده أو بمرافق أو أيا كان يتواجد في بلد أجنبي تبعد آلاف الكيلومترات عن أسرته وعن بلده وعن وعن معاريفه. هو دكتور عبد الرحيم، هو الموضوع تجاوز مرحلة التخيل، شاهدنا واقع ملموس، مقاطع فيديو نعم. انتشرت في الواتساب، جرحى يطردوا في الهند وفي دول مختلفة أيضا، يعني معروف حالاتهم والوضع المأساوي الذي يعاني منه الجرحى. طيب أريد توضيح منك حول نقطة مهمة. الآن مثلا عندما يتم تسفير الجرحى إلى الخارج من قبل بالتنسيق مع جهات داعمة ومنظمات داعمة سواء من التحالف العربي أو من غيرها، هل ما يحصل ويفترض أنه هذا الجريح يذهب للعلاج ويتم التكفل بحالته بشكل كامل، أم ربما في جزء معين؟ لأنه استوقفني أحد الإخوة الذين ظهر معنا في فيديو عرض في الحلقة يقول أنه متواجد في تركيا وبحاجة أطراف صناعية ولم يلقى أي رعاية في هذا، هل المنح العلاجية شاملة وكاملة لحالة الجريح أم ربما هي في مرحلة معينة وفقط ربما تشخيص أو علاج بسيط ومن ثم عليه البحث عن داعم آخر يستكمل معه العلاج؟ لا، بالنسبة للأطراف الصناعية لجرحانا في تركيا هذه حالة خاصة. طبعا المنحة العلاجية من الحكومة التركية هي منحة كاملة وشاملة، شاملة للغذاء، طبعا الغذاء المتواجد الموجود في المستشفى، وكذلك عملية النقل أو إجراء أي عمليات. لكن فيما يخص الأطراف الصناعية، هناك أطراف صناعية تمنح للمواطن التركي إلكترونية. هذه الأطراف الإلكترونية تكلف مبالغ طائلة. الأطراف الممنوحة بحسب القانون وبحسب الدعم التركي للجرحى اليمنيين وكذلك السوريين والجرحى الأصدقاء للأخوة الأتراك، القرار أن يمنح لهم الأطراف الصناعية العادية وليست الإلكترونية. فإذا ما رغبت الحكومة اليمنية أن تمنح جرحاها أطراف إلكترونية عليها أن تدفع مقابل هذه الأطراف. رفعنا كشف بأسماء الجرحى المحتاجين للأطراف الصناعية والذين رفضوا الأطراف العادية. تكلف هذه الأطراف للجرحى بالكشف المرفوع 137,000 دولار. تابعنا السلطة المحلية، الأخ المحافظ بذل جهد حسب علمي لدى رئيس الوزراء، تم التوجيه، هناك توجيه من الأخ نائب رئيس الجمهورية إلى وزير الصحة لدفع المبلغ. وزير الصحة أحال هذا للجهات المالية لكن توقف عند نقطة ما أو في محطة ما بأن المنحة العلاجية للجريح اليمني من الجانب التركي منحة متكاملة، ولم يتفهموا موضوع الفرق بين الأطراف العادية والأطراف الإلكترونية، وبالتالي وضحت هذه النقطة. وربما كل المنح المقدمة هي منح شاملة وكاملة إذن للجرحى، لكن هناك نعم، لكن دعني أوضح نقطة مهمة جدا. هناك الجرحى الذين سافروا من غير المنح العلاجية سواء على حساب مركز الملك سلمان أو على حساب التركية، هؤلاء تقطعت بهم السبل بعد أن استنفذوا ونفذت المبالغ الممنوحة لهم من الجهات الداعمة سواء كانت جمعية أو فاعل خير. هذه أيضا حالة أخرى. كان ينبغي على الوزارة الخارجية، وزارة الصحة، الملحقيات الصحية في هذه البلدان أن تتلمس هؤلاء الجرحى وتنظر إلى ماذا يمكن أن يقدم لهم فوق ما تتطلبه جراحاتهم وعملياتهم، فوق إضافة للمبالغ التي حصلوا عليها من فاعل الخير أو من الجمعية. هذه أيضا حالة أخرى. هناك العديد من الحالات، يمكن معظمها تنسيق، معظمها جانب مالي، لكن أنا أقول شيء مهم، أن
هناك حالات منا منحت للسفر تقارير طبية للسفر كان يمكن أن تجرى هذه العمليات محليا. هناك بعض الجرحى عادوا من بعض البلدان بدون عمليات وأجريت لهم العمليات هنا في تعز وتشافوا وتحسنت جراحهم وتماثلوا إلى الشفاء. الموضوع أيضا توفير إمكانيات محلية في المستشفيات. اليوم مستشفى الثورة هذه القلعة الصحية الكبيرة يتواجد فيها الأطباء، يتواجد فيها الإمكانيات أقصد الأجهزة، غرف العمليات مجهزة، لكن تصور أن تأتي إلى نقطة تافهة وهي عدم توفر الديزل أكيد. لتشغيل ربما خصصنا لهذا الموضوع حلقة سابقة في القناة. أنا أعتذر منك دكتور عبد الرحيم، مضطر لمقاطعتك، أشكرك جزيلا على التفاعل الدائم معنا. ينضم إلينا عبر الهاتف أيضا من مارب الأخ عبده أحد الجرحى. عبده زيد أهلا بك أخ عبده. طيب لدينا اتصال آخر الأخ محمد. أخ محمد طيب الآن نستعرض معكم فقرة أنت المراسل وهي فيديو من خلاله يناشد بعض الجرحى في من تعز في تركيا الحكومة الشرعية. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، نناشد كل القيادة المحلية بداية برئيس الجمهورية ومحافظ المحافظة ومدير مركز الصحة واتيان بآخر مسؤول كلا باسمه وصفته. نحن جرحى تعز في تركيا نقول بأننا نعيش أوضاعا صعبة حيث لم يبقى منا غير 15 جريح معظمهم مقعدين ومفترين الأطراف. إننا ننهي الشهر الثالث دون أي مصاريف ولم نلمس أي استجابة لمطالبنا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. اتقوا الله في الجرحى وأوفوا بالتزاماتكم تجاههم عاجلا غير عاجل، فقد ضاق بنا الحال ونحن في بلاد غربة. صبرنا على الآلام فلا تضيفوا آلام على آلام آلاما وهموما وديونا فوق آلامنا. وشكرا لكل من يمد يد المساعدة لنا ولكم جزيل الشكر. إذا بهذه المادة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج برنامج زميل عمر النهمي. في أمان الله.